وقهر أعتى الأمراض. وينضم إلينا من القاهرة أنور الكموني لاعب التنس المصري. كابتن أنور، أهلا وسهلا بك. أهلا بك. أهلا بك. إذن كابتن، أهلا، متى وكيف بدأت، أهلا كابتن، إذن متى وكيف بدأت قصتك مع مرض السرطان؟ هو أنا كنت بلعب بطولة في مقدونيا وأنا عندي 23 سنة، وبعد كده حسيت إن أنا دايخ قوي وعندي إجهاد جامد لغاية ما قعدت في الملعب، فرجعت مصر عملت تحاليل دم بدل ما أرجع على أسبانيا. اكتشفت بعد كده ان انا عندي فشل في النخاع العظمي. نعم. وهو نفس خطوره السرطان ونفس طريقه علاجه. مع الاختلاف ان السرطان ممكن ياخد كيماوي ويرجع تاني للحياه، انا محتاج ان انا اغير النخاع، فده شيء اصعب شويه. فعرفت ان عندي فشل في النخاع العظمي وبدانا نخش في مراحل الكيماوي واجراء العمليه نفسها. وتقريبا قعدنا فتره كبيره جدا، 7 سنين عشان الجسم يرجع تاني لطبيعته. كانت 7 سنين صعبين قوي، كيماوي، كورتيزون، مشاكل في العظم، تدمير في الجهاز الهضمي، انزيمات كبد، غرغرينا في ايد، يعني مجموعه مشاكل او معوقات كبيره جدا. فهو كان شيء نعم صعب كابتن. جدا ان انت في الاخير تمكنت من تكسب نعم تغلب على هذا المرض. اذا نعم كابتن، إلى أي مدى ساعدتك الرياضة في التغلب على هذا المرض؟ هو الرياضة بالنسبة لي كانت شيء أساسي، بس كان أهم من الرياضة هو حلمي، إن أنا أرجع تاني لحلمي تاني، لملعب التنس تاني، إن أرجع أكون بطل كبير تاني. الأمل اللي حواليك من الناس بيبقوا بيتمنوا يرجعوا سلام، ولما تخش تعمل سيرش على الإنترنت تدور على أي حد رجع بشكل احترافي بعد عملية زرع نخاع عظمي او كده، ما بتلاقيش حد خالص. فده كان بيعمل لي نوع من الاحباط، فكنت دايما اقول لنفسي طب انا ليه ما ارجعش بطل مختلف عن كل الناس واكثر قاعده، واكون اول واحد في العالم يلهم من الناس ديت. كمان وجودك مع مرضى السرطان في نفس المستشفى في نفس الدور، بتلاقي ان هم كلهم بيبتدوا يدوروا على امل، وتلاقي الاحباط بدا يتملكهم والياس بدا يتملكهم من الكيماوي والكورتيزون والكلام ده كله. انا كنت بقول لنفسي انا هقدر اكسب ده وارجع تاني للملعب تاني. ممكن يكون حلم في نظر ناس كتير، وممكن يكون شيء مستحيل، انت بتحول الضعف لقوه، وبتحول مرض صعب قوي وشكلك اللي اتغير، عايز ترجع شكلك تاني وجسمك تاني وترجع تاني للملعب تاني، وبتواجه كل يوم مشكله اكبر من اللي قبليها، سواء كان كبد مشاكل فيه او جهاز هضمي فتتمنع من الاكل، او كورتيزون يوصل وزنك ل 125 كيلو، او بتواجه غرغرينا في الايد وتحس انك ممكن تتعرض لبتر. فانت ازاي تحول كل الانتكاسات دي، تحولها تاني ان انت تكسب المره وترجع تاني كما كنت تلعب في نادي اسباني تاني، تبتدي تلعب ماتشات محليه، تبتدي تكسب دلوقتي. ده اعتقد شيء حلم كبير وملهم لناس كتير وامل لناس كتير. فالرياضه لعبت دور كبير، والاهم من الرياضه هو الحلم، التمسك بالحلم والهدف. نعم كابتن، الى اي مدى تساعد ممارسه الرياضه منذ الصغر في الشفاء من مرض السرطان؟ نعم اسمعك كابتن. هي الرياضة بتلعب دور كبير، إنها بتطلع إنسان رياضي، صحته سليمة، أخلاق التحدي في الرياضة والمنافسات بتخلق إنسان قوي شخصية إلى حد ما، متعود إنه حياة صحية، أكله سليم، حياته سليمة، فبالتالي نسبة كبيرة جدا إن هو يبتدي إن هو يبقى أقل عرضة من الناس العاديين اللي هم بيعيشوا حياة بشكل عادي غير الرياضي. فطبعا هي بتلعب دور كبير جدا 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 من الشفاء من السرطان او من اي امراض اخرى كمان، سواء قلب او رئه او وزن نعم. يكون زايد في الجسم. اذا كابتن العامل النفسي، نعم بالفعل، اذا كابتن العامل النفسي، كيف يساعد العامل النفسي مريض السرطان على التغلب على هذا المرض؟ هو 75% من علاج السرطان وعلاج امراض الدم وفشل النخاع عامل نفسي. ان انت بتتكلم في حاجه خطيره جدا، جرعات الكيماوي والكورتيزون والمضاعفات اللي بعد كده بتهد اي انسان، بتدمر اي انسان نفسيا، ان هو بيبتدي يفكر هكمل حياتي اللي جايه بعد كده ازاي، وانا بالضعف ده هكمل اللي بعد كده ازاي. فالجزء النفسي مهم جدا. كمان بيحصل له بعض الصدمات، زي ممكن تخلي الناس عنه، تخلي اصدقائه عنه، تخلي اقرب الناس اليه عنه، كل ده بيبقى ضربات موجعه جدا بعجاله بتقابل مريض السرطان. كل دي عوامل بتقابل مرض السرطان او بتقابل المرض عموما. نعم كابتن انور الكموني لاعب التنس المصري، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا. وفي